تحية رياضية أبعثها لكم من برنامجكم ريبلاي على دوزام. وفي العناوين: خطوة واحدة تفصل أشبال الأطلس عن أولمبياد باريس، منتخب الشبان عبر بالعلامة الكاملة ويواجه منتخب مالي في المربع الذهبي لكان أقل من 23 سنة. وبتاء التأنيث، المنتخب الوطني يواصل وضع آخر اللمسات تحضيرا لمونديال أستراليا ونيوزيلندا. أمس اللبؤات افتتحنا برنامج الوديات بتعادل سلبي أمام إيطاليا. ومن المستطيل الأخضر إلى مسالك الغولف، نجوم كرة القدم الوطنية والعالمية على موعد مع كأس الأساطير للغولف في نسختها الأولى، منافسة في طيتها بعد سياحي. بثلاثة انتصارات وأقوى دفاع وهجوم في المجموعة، المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يعبر إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا لمواجهة مالي. مسار دون خطأ نتوقف مع تحليله بعيون تقنية لأطر وطنية في روبورتاج محمد القردة بعدسة إبراهيم حبوب. مسار دون خطأ، ثلاث مباريات بمحصلة 9 نقاط، علامة كاملة وصدارة عن جدارة في دور المجموعات، تؤكد قيمة منتخب بالتدرج مستواه تطور مع تولي المواجهات ليرتفع سقف الطموحات. صحيح على أن المباراة الأولى كانت شيئا ما صعبة، ولكن المباراة الثانية ولا الثالثة كان تحكم في لا في النتيجة لا في الأداء. منتخب وطني يتوفر على فرضيات جيدة، يعني كاين خامة لي جيدة، كاين تفوق على المستوى الهجوم حتى المستوى الدفاعي في ما تنقول لك مزيان. بالنسبة لي الفريق فريق ككل، كأداء، كمنظومة، كفلسفة، هذاك بأن فريق اللي غادي نشوفه في المقابلة النهائية. الأشبال في دور خروج المغلوب، لا تراجع للخلف، اللقب يدنو خطوتين تبقت عن اللقب. قبل ذلك الرهان تجاوز المربع الذهبي وبلوغ الأولمبياد. قدامنا مباراة ديال النصف اللي هي مؤهلة للألعاب الأولمبية أساسية، ولما للبحث على التتويج في المباراة النهائية باش نديروا إنجاز أفضل من 2015. الأشبال على خطى الأسود، طموحات بلا حدود. داخل الديار اللقب غاية وبلوغ الأولمبيا طموح، لتجديد الوصال مع منافسة غبنا عنها منذ عام 2012. والإعلام الوطني أشاد بحصيلة الأشبال بدور المجموعتين بعد أن ضمنت عناصر عصام الشرعي التأهل بالعلامة الكاملة. نتابع ردود أفعال بعض من الزملاء لميكروفون المهدي فودي، بكاميرا عثمان مواضيع، التحرير لأسامة العبادي. على الرغم من كونها البداية التي لم يتمناها الجميع للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في البطولة الإفريقية، إلا أن أصدقاء القائد عبد الصمد الزلزولي نجحوا في تدارك هفوة البداية وإنهاء أول لقاء لصالحهم، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام منتخب غينيا. كل المغرب. المغرب يلعب بطريقة رائعة، ليس لأنه يلعب على أرضه، بل لأنه فريق كبير ويضم لاعبين كبار يمارسون في أكبر أندية أوروبا، على غرار الحارس الثاني للمنتخب الذي يمارس بنادي ستاندرد ليج البلجيكي. إنه فريق رائع ويلعب بأسلوب هجومي، وتمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات في مرحلة المجموعات. نعم، تلقوا أهداف في مباراة غينيا وغانا، لكن السبب يعود بالأساس إلى كون المنتخب المغربي يلعب بأسلوب دفاع متقدم. خلال المباراة الثانية تم تصحيح بعض الأمور، خاصة على مستوى تمركز اللاعبين والذي كان محط نقاش كبير. تغير معه شكل المنتخب الوطني، خاصة على مستوى الهجوم، بعدما أكد علو كعبه بخماسية في شباك منتخب غانا. نعتقد بأنه المنتخب المغربي واجد إن شاء الله من أجل أنه يحجز المقعد إن شاء الله للألعاب الأولمبية بباريس العام المقبل بحول الله، وكذلك أنه نمشيو للمباراة النهائية إن شاء الله معانقة اللقب. في المباراة الثانية تفاجأنا، لأنه بالنسبة لي غانا من أفضل منتخبات القارة والأفضل في مجموعة المغرب. لقد تفاجأنا، خمسة أهداف مقابل هدف واحد. أظن أن المغرب لديه جميع الفرص للذهاب بعيدا في البطولة والتتويج بالكأس.
الأسود أنهوا مرحلة المجموعات بانتصار ثالث أمام منتخب الكونغو ليحققوا بذلك العلامة الكاملة، 3 انتصارات من 3 مواجهات. وينضم إلينا من الرباط الصحفي الرياضي سعيد الداودي. سيد داودي، مرحبا بك. أداء ربما كان غير موفق لأشبال الأطلس في المباراة الافتتاحية، لكن نقول دائما أن المنتخب الجيد في المنافسات الكبرى والمنتخب الذي يتطور أداؤه مع توالي المباراة وهو حال منتخب الشبان، ليس كذلك سيد داودي؟ مرحبا جيهان. بالفعل المنتخب المغربي تطور أداؤه. المباراة الأولى الشق الأول الشوط الأول لم يكن جيدا، ولكن في الشق الثاني تدارك الموقف من خلال التغييرات التي أقدم عليها عصام الشرعي. فالمباراة الثانية انفجر المنتخب المغربي بتوقيعه لخمسة أهداف في مرمى المنتخب الغاني، ثم الفوز بتشكيلة مغايرة في المباراة الثالثة ضد المنتخب كونغو برازافيل، وبالتالي المنتخب المغربي يبقى من أحد المرشحين للتتويج باللقب، خطوة واحدة تفصله عن بلوغ أولمبياد باريس ضد المنتخب المالي. وهنا لابد من إشارة إلى أن المنتخب المالي كان قد حرم المنتخب المغربي في إقصائيات 2019، لما كان المنتخب الأولمبي المغربي تحت قيادة باتريك بوميل كان قد أقصاها المنتخب المالي، وبالتالي هي فرصة للأولمبي المغربي من أجل رد الدين للمنتخب المالي في محطة النصف يوم الثلاثاء القادم. والمنتخب المغربي لديه كل الإمكانيات والمقومات من أن يضع رجله في أولمبياد باريس 2024. أكيد تابعت، نعلم أن المنتخب تحدثت عن المنتخب المالي، أكيد تابعت عن قرب مستوى منتخب مالي، يعني فوز هزيمة كانت أمام مصر وفوز على كل من النيجر والغابون. بالنسبة لحظوظ المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام هذا المنتخب، حظوظه في انتزاع بطاقة الأولمبياد وأيضا في التتويج بالكأس القارية. أعتقد أن المنتخب المالي عليه أن يلعب ضد منتخب أولمبي مغربي قوي بكل خطوطه، يمتلك عناصر محترفة، وبالتالي فالمنتخب المالي سيجد صعوبة، لأنه المنتخب المغربي أولا قوي على مستوى خط الهجوم، سجل 8 وفقط تلقت شباكه 2 أهداف، وبالتالي المنتخب المالي سيكون أمام حك حقيقي أمام منتخب مغربي لا يكون مؤازر حوالي 45,000 متفرج. بالتالي أعتقد أنه المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز على الورق، لأنه كل مؤشرات تشير إلى ذلك أنه المرشح على الورق أنه يعبر إلى محطة النهاية، لأنه المنتخب المغربي غير مسموح له بالخطأ في هذه المباراة ديال النصف يوم الثلاثاء القادم. إن أراد تعويض الغياب عن الدورتين السابقتين بكل من ريو 2016 وطوكيو 2020، بالتالي أعتقد أن المنتخب المغربي له كل الإمكانيات أن يعبر إلى أولمبياد باريس، أن يحقق المهم في انتظار الأهم هو التتويج باللقب. التتويج باللقب أكيد، وعلى هامش هذه المنافسة نتحدث الآن عن العناصر الجيدة التي يمتلكها منتخب الأشبال. الكل تحدث عن أكثر من عنصر وعن فعالية أكثر من اسم، أكيد سيكون ذلك مفيدا للمنتخب الوطني الأول سيد داودي. بكل تأكيد جيهان، المنتخب المغربي من خلال المباريات الثلاث ديال الدور الأول يعني بنوا مجموعة من الخيارات لدى الناخب الوطني عصام الشرعي. نتكلم عن خط الهجوم قطبي الدفاع، نتكلم عن أيمن الوافي، كان مهدي بوكامير، رياض شادي، نتكلم على الأظهرة في خط الوسط، ريتشاردسون الخنوس، في خط الهجوم هناك زلزولي، هناك إسماعيل سيباري، يعني مجموعة من 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 اللاعبين الممتازين اللي يمكنهم انهم يخلقوا الفارق في اي لحظه جيهان. نعم، شكرا لك. عموما ننتظر الانجاز الان كما تفضلت وقلت سي سعيد الداودي، كنت معنا من الرباط، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. والمغاربه اكيد فخورون بمسار منتخب بلادهم، لكنهم ينتظرون بطاقة أولمبياد باريس وسقف الطموح مرتفع بانتظار التتويج القاري. نستمع. الفريق ديالنا فرحنا بزاف وغادي في التصاعد في الأداء ديالو، وحتى لونترينر تاعو الدور ديالو والجمهور كذلك. احنا فرحانين بهذا الشيء اللي داروا ديال الفريق الوطني ديال U23، تنتمناو لهم الخير يجيبوا لاكوب من بعد هذا الشيء اللي داز ديال لاكوب دي موند ديال قطر،
وصلنا للمراحل اللي خاصنا نبقاو نجيبوا لي كوب، ما بقاوش هي المشاركه. والحمد لله هادشي اللي تنشوفوا لي جينيراسيون اللي جايين جايين بشويه بشويه، وراه الحمد لله غادي مزيان ان شاء الله نجيبوا لا كوب. بكل صراحه دابا ولا الفرق الوطنيه كيلعبوا على الالقاب، ما بقيناش كنقولوا له من اجل المشاركه من اجل الذهاب. دابا حنا خصنا نساو داك الشيء ونبقاو حتى حنايا نمشيو في نفس يعني في جميع الفئات السنيه كنمشيو باش نديو اللقب. هذا شيء اللي كيفرح مستقبلا، لان وليداتنا ان شاء الله بحول الله عندنا الخلاف الفريق الوطني الاول، وكنتمنوا على انه يدعموهم لا من ناحيه ديال الجماهير ديالنا ولا من ناحيه ديال التكوين ولا من ناحيه، فهما مستقبل ديالنا اللي غيكون ناجح ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله يتاهلوا الالعاب الاولمبيه. الاداء ديال المنتخب المغربي اداء مشرف، عجبنا الزلزولي بزاف، والخنوس لاعبين متالقين في المنتخب المغربي. حنا تيعجبنا هذا المنتخب وتنشجعوه من قلبنا ان شاء الله يديو هذا اللقب ان شاء الله. وعلى حديث في الصحافة الوطنية الرياضية هذا الأسبوع إلا عن المباريات الثلاث لمنتخب الشبان والتأهل للنصف، ذلك ما سنتابع معك أنس. فعلا جيهان، أهلا بك وأهلا بجميع المشاهدين الكرام. ونفتتح جولتنا من موقع أحداث أنفو التابع لجريدة الأحداث المغربية، والذي نقل تصريحا لمدرب الأولمبي عصام الشرعي قال فيه إن الأشبال يملكون الإرادة والحماس للتتويج باللقب الإفريقي على الرغم من الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب الوطني في اللقاء الافتتاحي ضد منتخب غينيا، والذي افتقد فيه اللاعبو الحس الهجومي ووجدوا صعوبة في الوصول إلى مربع العمليات. إلى جريدة المنتخب التي عنونت مقالة لها بمنتخب الأولمبيين فيه ما يفيد وليد، وذكرت الجريدة أن مجموعة من اللاعبين أعطوا إشارات قوية لوليد وأظهروا قدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة داخل المنتخب الأول، ومن بينهم الثلاثي المؤلف من إسماعيل السيباري ويانيس بقراوي بالإضافة إلى أمير ريتشاردسون. زد على ذلك اللاعب أسامة العزوزي الذي اعتبره كثيرون خليفة سفيان أمرابط في وسط الأسود. موقع أخبارنا تطرق بدوره إلى العروض الجيدة التي بصم عليها اللاعب إسماعيل السيباري مع المنتخب الأولمبي في دور المجموعات، وخاصة بعد المستوى الذي أبان عنه لاعب بي إس فايندهوفن الهولندي في المباراة الثانية ضد البلاك ستارز منتخب غانا، وهو الأداء الذي لقي إشادة واسعة من طرف المغاربة الذين أكدوا أحقيته في الانضمام إلى كتيبة الركراكي مستقبلا. لاعب آخر أبهر الجميع وقدم الكثير مع الأشبال، ويتعلق الأمر بعبد الصمد الزلزولي الذي تغنت به صاحبة آس الإسبانية، وهو ما نقله موقع لوسيتانفو الذي أوضح أن الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني فرض نفسه كنجم بلا منازع في كأس إفريقيا، مضيفا أن الزلزولي يواصل بذلك تأكيد علو كعبه مع المنتخب الوطني، وبعد موسم جيد وقعه مع فريق أوساسونا الإسباني الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة، وبالتالي فهو يعد من بين اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الكرة العالمية ومع الأسود كذلك. نتمنى كل التوفيق لأشبال الأطلس أنس، وإلى الأحد المقبل بحول الله. نسافر وإياكم إلى إيطاليا لحظة مشاهدين، التي احتضنت أمس ودية المنتخب الوطني النسوي بعد تجمع في النمسا تحضيرا لنهائيات المونديال، مونديال أستراليا ونيوزيلندا، لوضع آخر الرتوشات على التشكيل الذي سيخوض كأس العالم. المتابعة لحمزة إيت مسعود. في كأس إفريقيا الماضية قدمنا أوراق الاعتماد، وفي كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا ينتظرهن تأكيد الصحوة الكروية النسوية في المملكة. لبؤات الأطلس واصلنا الاستعدادات في معسكر النمسا، وأمام إيطاليا قدمنا بوادر الجاهزية قبل المونديال. اليوم ظهرنا بشكل جيد ضد فريق قوي، الأمر الذي سيساعدنا لا شك في مواصلة التقدم والاستعداد بالشكل المطلوب للمباراة القادمة وللمنافسات الرسمية. اللاعبة كما الطاقم لا يشغل بالهن سوى تشريف العلم الوطني بعد النهائي الإفريقي أمام جنوب إفريقيا وتحقيق الوصافة. يأتي المحفل العالمي كفرصة لتعويض ما فات ووضع اسمهن على خارطة كرة القدم النسوية عالميا، على غرار إنجاز الأسود في مونديال قطر. فرحانين باش نوجدوا هذا الكأس العالم للميوغ بوسيبل، ونكونوا كاملين مزيانين ونفرحوا بلاد المغرب وكل الناس اللي يتفرجوا فينا وديما مغرب.
أمام ألمانيا في 24 يوليوز الحالي، غزلان الشباك وزميلاتها على موعد مع التاريخ. ملعب ميلبورن سيشهد على أول مشاركة في تاريخ المملكة في كأس العالم للسيدات، ولبؤات الأطلس لا يطمحن فقط لتاريخ مقرون بالمشاركة، بل التشريف عبر التميز بأقدامهن، ولما لا صنع ملحمة مونديالية جديدة. وعبر سكايب أرحب بضيفتي الإطار الوطني لمياء بومهدي. لمياء، مرحبا. تجمع إعدادي للمنتخب النسوي بالنمسا وتعادل أمس أمام المنتخب الإيطالي، أكيد تتابعين عن قرب تحركات ومسار اللبؤات، كيف كان المستوى التقني لمباراة أمس لمياء؟ أكيد هذه المقابلة ضد إيطاليا بالنسبة لي نتيجة تعادل 0-0 نتيجة إيجابية، لأنه باش دينا كان تعادلوا مع المنتخبات الأوروبية سأفدير أننا في الطريق الصحيح. كنظن أن المنتخب الوطني عنده جميع الإمكانيات جميع الظروف باش يمثل المغرب أحسن تمثيل، وهو في الطريق الصحيح، لأن الدليل على هذا أنه نظم مقابلات دولية مع مدارس كروية اللي قريبة اللي غلعوا معها في لكوب ديمون، وتحدثت على مدارس بعد إيطاليا. كان هناك ودية أمام سويسرا لمياء، والختام ختام الوديات أمام منتخب جامايكا، كيبانوا أن المدارس مختلفة كيف ما قلتي، والهدف ربما هو الاحتكاك أكثر للبؤات، لأن المستوى مستوى كأس العالم أكيد أعلى من المنافسات القارية. أكيد هو تم اختيار مقابلة الودية يعني بدقة، لأننا كنشوفوا منتخبات أوروبا، منتخب ديال جامايكا اللي قريب منتخب ديال كولومبيا، منتخبات أوروبية، دونك التنظيم كان صحيح، وهذا يعني أنه أننا في الطريق الصحيح، وكنتمنى أن المغرب يمثل كنتمنى أن المنتخب الوطني المغربي يمثل المغرب أحسن تمثيل، لأن صراحة عندنا جميع الظروف جميع الإمكانيات، وهذه فرصة كبيرة باش كرة القدم النسوية تعطى واحد الإشعاع أكبر. أكيد ذلك ما نتمناه. لمياء، أنت أيضا مدربة فريق تيبي مازيمبي للإناث في أول موسم لك مع الفريق، قدت الفريق للتتويج بلقب الدوري، لقب الدوري الثاني للفريق، وتسلمت مهمة تدريبية شهر مارس الماضي بعقد يمتد لموسم قابل للتجديد، عقد بهدف الدوري لكن أيضا بمشاركة دوري أبطال إفريقيا، ونحن نتابع في هذه الصور الخاصة فرحة لاعبات مازيمبي عقب التتويج باللقب، رفقة الإطار الوطني لمياء بومهدي التي كما قلت تقود الفريق في أول موسم لها. أعود إليك كوتش لمياء، أكيد إنجاز تفتخر بأي امرأة رياضية مغربية، شنو كيعني لك هذا الإنجاز وكيفاش جاء التتويج ديال الفريق إناث تيبي مازيمبي؟ أكيد هذا أول إنجاز لي خارج المغرب، وأنا جد فخورة وجد سعيدة، لأني أو جينيرال كنمثل الإطار الوطني المغربي، كنمثل المرأة العربية، واي واحد كينجح خارج بلاده الا وكيعطي فرصه للمدربين اخرين الفرص العمل باش يجيو حتى هما يخدموا. دونك اكيد انا جيت سعيده، وصراحه لقيت جميع الظروف مع فريق تي بي مازيمبي، ظروف العمل لقيت جميع الامكانيات، والفوز بالبطوله هذه غير اول خطوه، يعني مازال قدامنا اهداف كبيره. عموما كل التوفيق لك لمياء، شرفتي المغرب كلاعبة وتشرفينه كإطار وطني، كل التوفيق لك في قادم الاستحقاقات. شكرا لك لمياء. نطوي اللحظة صفحة كرة القدم وننتقل إلى الحمامات بتونس، حيث اختتمت أول أمس منافسات الألعاب الشاطئية الإفريقية في الكرة الطائرة. الذهب كان من نصيب المغرب، حيث حصد المنتخب الوطني المعدن النفيس إناث على حساب الموزمبيق بجولتين نظيفتين في المباراة النهائية، فيما الذكور توجوا بالذهاب على حساب المنتخب التونسي بجولتين دون رد. نذكر بأن المغرب أنهى المنافسة القارية في المركز الثالث لسبورة الميداليات. ومعي في الاستوديو لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة سفيان الغروطي. سفيان، مرحبا بك. شكرا بزاف
كنشكر دوزام على الاستضافه ديالها. مرحبا سفيان، هنيئا لكم لكره الطائره الوطنيه ايضا. شكرا جزيلا. مسار استثنائي للسيدات كما للرجال في الحمامات في الالعاب الشاطئيه الافريقيه، اكيد هو تتويج للكره الطائره، كيفاش كان المستوى عامه للبيتش فولي في الحمامات في تونس؟ بالنسبه للو نيفو في الكومبيتيسيون في الحمامات كما كنعرفوا ما كان سهل وميم طون ما كان صعيب، فهمتي؟ حيت ديجا حنايا كما كنقولوا اربع سنين هادو حنا كنحملوا اللقب ديال الكره الطائره الشاطئيه، يعني غاديين وعندنا الثقه في النفس اننا قادرين نحملوا اللقب، غير هو ما كانش خاصنا يعني نقسم الكونسونتراسيون ديالنا شويه، فهمتي؟ يعني من في المعسكر مع المدرب مع الستاف مع الكوميتي الاولمبيك مع المدرب كنا زعما كنهضروا كنقولوا ضروري خصنا نمشيو خصنا نحملوا اللقب ديالنا الافريقي، وراه حنا ابطال افريقيا هذه اربع سنين هذه، يعني ما يمكنش لنا نمشيو وما ناخذوش اللقب ديالنا، والحمد لله جاب الله تيسير وقدرنا نحملوا اللقب في الحمامات. حتى السيدات للاشاره المنتخب النسوي ايضا حافظ على اللقب ذهبيه السيدات ولا ذهبيه الرجال سفيان. نعم. اعطتكم مقعدين في الالعاب العالميه الشاطئيه، يعني كيفاش كتشوف حظوظ المنتخب في محفل عالمي في الالعاب الشاطئيه؟ كنشوف المغاربه في البطوله العالميه اللي تكون في بالي 2023 إندونيسيا. يعني خصنا نكونوا مستعدين لها 100% لحقاش اتلاقى مع فرق اللي تكون جد صعيبه بحال مثلا بحال البرازيل ايطاليا روسيا، هذو اللي الفرق اللي عالميين في كره الطائره الشاطئيه. يعني خصنا نوجدوا لها مونطالمون ونتكونسونطراو على لوبجيكتيف ديالنا حتى يكون اونتخ انوتخ اوبجيكتيف. ودابا خصوصا انكم طلعتوا لابار كيف ما كنقولوا، يعني ما كانش تنزلوا اليدين ديالكم، هذه السيطره الافريقيه سفيان شنو السر فيها؟ شنو سر هذا التالق وهذه المعيه للمنتخب النسوي ولا الذكور؟ السر ديالنا هو اننا كنتحدوا وكنكونوا كنحسوا براسنا اننا في عائله واحده. وبالنسبه للمدرب حتى هو كان ديما كيجمعنا ودير فينا الثقه، وما كان اللي هو رشيد بوجدوق، وما نساوش العميد الفريق اللي هو محمد عبيشه اللي حتى هو عنده القاب جد كبيره مع في البطولات الافريقيه، هو اللي كيعاوننا بزاف. حنا مثلا نقدر نقول لك لي جون اللي يلا طالعين كيعاوننا بزاف، و يعني كما قلت لك كنكونوا عائله وحده وكنحسوا براسنا قادرين اننا نزيدوا لقدام. وحتى حنا سفيان كنتظروا منكم دائما تكونوا على قمه القمه القاريه، ولما لا نشوفوا مشاركه جد مهمه ومتميزه في الالعاب العالميه الشاطئيه. شكرا لك سفيان على الحضور على كل هذه التوضيحات. وتغازوت تجمع المع نجوم المستديره الوطنيه والعالميه، لكن الحدث ليس كرويا بل هو اولى نسخ كاس الاساطير في رياضه الجولف. على مدى يومين سحر الملاعب سيندمج مع روعه مسالك الحفر الثمان عشره. روبورتاج الحسين وسيك. ملاعب الجولف تازكزوت بمنطقه تغازوت شمال اكادير استقبلت نهايه هذا الاسبوع عددا من نجوم كره القدم المغربيه والدوليه. والموعد الدورة الأولى لكأس الجولف للأساطير، مسابقة تجمع بين المنافسات الرياضية والترويج السياحي للمغرب كوجهة رائدة للجولف. للمغرب مؤهلات سياحية عظيمة، إنها فرص نمو حقيقية، هذا ما جعله وجهة سياحية مهمة في عدد من الرياضات. إنه مكان رائع، الملاعب أيضا بجودة عالية، نقضي هنا أياما رائعة. جمالية مسالك الجولف بتغازوت حظيت بإعجاب كبير من عدد من أساطير كرة القدم العالمية، شاركوا في هذه المنافسات بفريق من ثلاثة لاعبين هواة، فالمسابقة ترويج سياحي وإدماج للأطفال لتلقينهم القيم الرياضية للجولف. نعرفوا بواحد البروغرام اللي هو ديالنا اللي سميتو غرين دو غولف، اللي فيه اليوم اكثر من 270 طفل ساكن في لي فيلاج حدا المسالك ديال الغولف ديالنا، وحنا كندخلوهم في هذا البروغرام كنتبعوا معاهم دراستهم كنوريوهم الغولف كنبارطاجيو معاهم لي فالور ديال الغولف. ملاعب الغولف بالمنتجع السياحي لخليج تغازوت واحده من 45 مسلكا للغولف على الصعيد الوطني،
هي وجهات رياضية في الأصل، لكنها أيضا جزء من رؤية مغربية لتطوير سياحة الغولف واستقبال المنافسات العالمية فوق هذه الملاعب الخضراء. والختام سيكون كالعادة بأبرز فيديوهات الأسبوع وعالم الويب. مرحبا أسامة. مرحبا. ما الذي حضرته لنا هذا الأسبوع؟ إذن الفقرة ستكون منوعة ومتنوعة هذا الأسبوع جهان، والافتتاحية ستكون بمقطع فيديو للاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، اللاعب بلال خنوس ظهر على غرار ذكريات كأس العالم الأخيرة بقطر وهو يحتفل رفقة عائلته بانتصار الأسود وضمانهم التأهل إلى الدور الموالي من منافسات كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة. أما الفيديو الموالي فهو للاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أو لاعبي المنتخب الوطني أثناء جلسة تصوير الخاصة بالكان، حيث أظهر الكثير من الروح المرحة والحب الكبير للعلم الوطني المغربي. وبذكريات مونديال فرنسا 1998 زار لاعب المنتخب الوطني عبد الحميد الصابري مسقط رأسه، حيث كان يرتدي القميص الذي خاض به المنتخب الوطني نهائيات كأس العالم بالديار الفرنسية. الفيديو الثالث في قائمتنا لهذا الأسبوع هو لحارس المنتخب الوطني ياسين بونو، حيث رصدته الكاميرات وهو يرقص في حفل زفاف حارس نادي ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا. لنتابع. أما الختام وكالعادة فسيكون بفيديو طريف هذه المرة لنجم المنتخب الوطني أشرف حكيمي الذي قضى وقتا مليئا بالسعادة والمشاعر الجميلة رفقة عشاقه من الأطفال. لنشاهد. شكرا لك أسامة، إلى الأحد المقبل بحول الله. وصلنا إذن إلى نقطة نهاية ريبلاي، أضرب لكم موعدا الأحد المقبل فكونوا في الموعد. إلى الملتقى.